السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لدراسة الجزء الأول من النص المسترسل، جولة في بيت الذاكرة. هذه الحصة تندرج ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الأولى، مغاربة العالم، المرجع، مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس. إذا ألاحظ وأتوقع، أتوقع ما سيتحدث عنه النص انطلاقا من الصورتين والعنوان جولة في بيت الذاكرة. إذا لاحظوا معي الصورتين، في الصورة الأولى نلاحظ مصحفا في مكان عتيق وكتاب على ما يبدو أنه مخطوط، إذا دققنا النظر إلى هذا الكتاب سنجده مخطوطا بالعبرية، باللغة العبرية، ولوحة مكتوبة بلغات مختلفة. أما في الصورة الثانية فهي تضم حليا مختلفة من ثراتنا، والصورتين تحيلنا، كلتا الصورتين تحيلنا إلى الماضي. إذا انطلاقا من الصورتين والعنوان، أتوقع أن النص يتحدث عن زيارة قام بها الكاتب داخل مكان يضم تحفا ومجوهرات ومخطوطات، وسيصف لنا ما رآه في هذا المكان. إذا انطلاقا من الصورتين والعنوان، أتوقع أن النص يتحدث عن زيارة قام بها الكاتب داخل مكان يضم تحفا ومجوهرات ومخطوطات، وسيصف لنا ما رآه في هذا المكان. ثانيا أختار ما يناسب عبارة بيت الذاكرة. إذا بيت الذاكرة بمعنى بيت يذكرنا بالماضي، أو بيت نسينا مكانه، أو بيت تذكرنا مكانه. إذا بيت الذاكرة بيت يذكرنا بالماضي. أتهيأ للقراءة. أذكر أنواع الفنون الموسيقية المغربية وبعض أطباق المأكولات وأصناف تحف الصناعة التقليدية ببلادنا. إذا بعض أنواع الموسيقى المغربية: موسيقى الملحون، موسيقى العيطة، طرب الحساني، أحيدوس، إلى غيرها من الموسيقى المغربية. بعض أطباق المأكولات: الطاجين، الكسكس، البسطيلة، الرفيسة، وهناك أنواع أخرى. أصناف تحف الصناعة التقليدية: القفطان، البلغة، الأقراط، الحايك، هناك أيضا الخلخال وعدة أنواع أخرى. إذا الفقرة والجزء الأول من يوم من أيام الصيف الجميلة إلى تحف ومآثر التاريخ العبري بالمغرب. جولة في بيت الذاكرة. في يوم من أيام الصيف الجميلة زرت مدينة الصغيرة رفقة أبي. كم كنت فرحا وسعيدا وأنا أزورها لأول مرة. أعجبت بشاطئها البحري الذي يمتد برماله الناعمة وزرقة مياهه الصافية، محفوفا بفنادق ومطاعم كما استهوتني أحياؤها القديمة المحاطة بسور تاريخي وبيوتها البيضاء ذات النوافذ والأبواب الزرقاء. أخذنا نتجول في رحاب المدينة العتيقة بين الدروب الضيقة، ندخل تارة إلى محل للصناعة التقليدية وتارة أخرى نزور متحفا للوحات الفنية. فسرع انتباهنا بيت صمم على شكل رياض من رياضات المدن التاريخية ببلادنا، تعلو بابه لوحة مكتوب عليها بالعربية والعبرية والفرنسية بيت الذاكرة. سألنا الحارس عن طبيعة البيت فأخبرنا أنه متحف يجمع مآثر التراث العبري بالمغرب. إذا أعرف في البطاقة بالمشهد الأول. إذا من كان يتجول؟ إذا في يوم من أيام الصيف الجميلة زرت مدينة الصويرة رفقة أبي. إذا الكاتب بمعنى الابن، الابن رفقة أبيه. ما المناسبة وأين ومتى؟ إذن
بالنسبة للمناسبة أزورها أول مرة، أزور زيارة مدينة الصويرة، زيارة مدينة الصويرة متى؟ في أحد أيام الصيف الجميلة. إذن زيارة مدينة الصويرة والتجول في دروبها العتيقة. متى؟ في أحد أيام الصيف الجميلة، في أحد أيام الصيف، نكتفي بأحد أيام، في أحد أيام الصيف. ما المكان الذي استرعى انتباه الأب وابنه؟ استرعى انتباهنا بيت صمم على شكل رياض من الرياضات المدن التاريخية. إذا بيت صمم على شكل رياض الذي استرعى انتباه الأب وابنه، بيت صمم على شكل رياض. بمن التقيا في المكان؟ حارس المتحف. استخرجوا من النص ما يدل على ما يأتي: مناظر مناظر الطبيعة، المساكن، المرافق، والآثار. إذن بالنسبة لمناظر الطبيعة، شاطئها البحري الذي يمتد برماله الناعمة وزرقة مياهه الصافية، برماله، شاطئ البحر الذي يمتد برماله الناعمة وزرقة مياهه الصافية. المساكن، بيوتها البيضاء ذات النوادق في دي والأبواب الزرقاء. المرافق، فنادق، مطاعم، محل للصناعة التقليدية، متحف للوحات الفنية، رياض من رياضات المدن التاريخية. أما بالنسبة للآثار، أحياء قديمة، سور تاريخي، سور تاريخي، رحاب المدينة العتيقة بين الدروب الضيقة. السؤال الثالث: على ما يدل السور المحيط بالمدينة العتيقة؟ إذا يدل السور المحيط بالمدينة العتيقة على عراقة وتاريخ هذه المدينة، وأنها كانت مهددة للهجمات من طرف الأعداء حيث تم بناؤه لحمايتها. إذا هناك العديد من المدن المغربية العتيقة نجدها محاطة بسور، فتلك فالسور كان يبنى ويشيد لأجل حماية المدينة من الهجمات الخارجية للأعداء. إذا يدل السور المحيط بالمدينة العتيقة على عراقة وتاريخ هذه المدينة، وأنها كانت مهددة للهجمات من طرف الأعداء حيث تم بناؤه لحمايتها. رابعا: أملأ الفراغ بما يناسب، يمتد، يمدد، يمد. السائح مدة إقامته، إذا يمدد. السائح مدة إقامته. الشاطئ على طول المدينة، يمتد. يمتد الشاطئ على طول المدينة. دليل الزائرين بمعلومات عن المتحف، يمد. يمد الدليل الزائرين بمعلومات عن المتحف. أنسج على منوال ما يأتي: أخذنا نتجول، ندخل تارة إلى محل وتارة أخرى نزور متحفا، فاسترعى انتباهنا بيت عتيق. إذا أخذنا نستمع لما يقوله أستاذنا من شروحات حول الحضارة المغربية، نتفاعل معه تارة بأسئلتنا وتارة أخرى نتخيل أنفسنا في تلك الأمكنة التي يروي لنا عنها. إذا أخذنا نستمع لما يقوله أستاذنا من شروحات حول الحضارة المغربية، نتفاعل معه تارة بأسئلتنا وتارة أخرى نتخيل أنفسنا في تلك الأمكنة التي يروي لنا عنها.
إذن أكتشف في الجزء الأول ما يدل على تنوع مناظر مدينة الصويرة. إذن ما يدل على تنوع مناظر مدينة الصويرة هو وجود شواطئ بحرية غاية في الجمال ومآثر تاريخية عريقة وأحياء عتيقة ومحلات الصناعة التقليدية والمتاحف. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.